حياكم الله أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم يا عمارة بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد. لأن اللقاء لم يعد ممكنا في العراق، أنت في السماء وأنا في الغياب أكتب إليك القصائد. إلى عينيك الخضراوين فكن أول القارئين. كان هذا إهداء شاعرنا إلى روح أبيه حتى يقول له بصوت الحالم بالغد المشرق: إن العراق سيظل فتيا ويبقى أبيا، ومن عينيك الخضراوين أفرش الدرب لأبنائي وكل أبناء أجيالهم من أجل أمل لا يمكن أن يموت. اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو بالشاعر العراقي أستاذ وسام العاني. حللت سهلا أو نزلت أهلا وحللت سهلا في بيت القصيد أستاذ وسام. تحياتي لك أستاذ مصطفى، سعيد جدا بوجودي في ضيافة شاعر كبير ومبدع مثل مصطفى مطر، وسعيد أيضا مرة أخرى بوجودي مرة ثانية على منبر بيت القصيد. وأشكر الالتقاط الجميلة للإهداء اللي وسمت به مجموعتي الشعرية الأولى كالبحر يمشي حافيا، وكان الإهداء إلى روح والدي المرحوم الحاج عبد الحق العاني رحمه الله. لماذا جعلت البحر يمشي حافيا، أو لماذا كنت كالبحر يمشي حافيا؟ في الحقيقة عنوان المجموعة هو أيضا لك مجموعة تسلم. تفضل. عنوان المجموعة هو في الأصل عنوان لقصيدة موجودة في المجموعة، قصيدة كالبحر يمشي حافيا. نعم. وكانت هذه القصيدة فيها تناص جميل ومقصود مع قصيدة الشاعر الكبير الراحل بدر شاكر السياب غريب على الخليج. الله. وأخذت جو القصيدة، وأيضا كتبتها أيضا على البحر عندما خرجت لأول مرة من العراق قبل حوالي أكثر من 11 سنة. وحبيت أن أضع هذا العنوان على المجموعة الشعرية لكي تعطي انطباع بأن العراق كالبحر وزاخر بمكنونات الأدب والثقافة والوعي، والبحار في العادة لا تموت، ممتلئ بالحياة حتى وإن بدا لمن يغترفون منه ظنه مالحا. الآن نريدها بداية كالبحر إلى قصيدتك التي عنونت بها هذه المجموعة كالبحر يمشي حافيا. كالبحر يمشي حافيا، أن تستمع إلى القصيدة بصوت الشاعر عادة تؤدي بك إلى السر الذي كمن في نفسه واستقر، فخذنا إلى بحرك الآن. طبعا القصيدة هي قصيدة تفعيلة. نعم. رغم انحيازي الكبير للقصيدة العمودية كما لا مشكلة، لك أن تقرأ ما تحب، تفضل. الريح حنجرة من الفولاذ تقترف العويل، كالموت تطعن ما تشاء من القلوع بصدورها البيضاء إلا من جراحات الحبال، وعباءة سوداء تفترش المدى وتطوق القمر النحيل. الله الله. تلقي به في حضن باخرة تفتش في بقايا الموج عن عكازها. تلقي به في حضن باخرة تفتش في بقايا الموج عن عكازها. الله الله. وعلى رؤوس أصابع ثكلى يجر البحر أنجمه ويمشي حافيا فوق الرمال على الخليج. ويمشي حافيا فوق الرمال على الخليج. ينسل من بين الزوارق عاريا مثل المطر، فهناك نزف من خطى الماضين يرتجل المسافة والنشيج. قدس تعبده العيون بما ذرفن لدى الوداع، ونحيب أغنية تيبس لحنها حزنا على القمر المضاع. البحر دونك يا غريب يمشي على آثار ضوئك حين ينسكب الظلام على الدروب، فالليل يخطف كل بحر لا يؤوب. كم كان يفزعك الحنين إذا ادلهم مع الغياب، والآن يأكلك الغياب. الآن تحزمك الحقائب للرحيل، قمراً عراقي الملامح سوف يفخره اشتعال الذكريات. الله. ماذا كتبت كآخر الكلمات عنك سوى عراق؟ ماذا ستحمل من رماد الأغنيات سوى عراق؟
ماذا سيحمل عمرك الخشبي من زمن الطفوف سوى البكاء وحفنة من كربلاء ورصاصة ربضت بظرف أسود حاكته أظفار الظلام عمياء تختصر الحقيقة والسلام. ماذا تخبئ تحت جلدك غير جرحك والدموع أم غير حزنك حين تنشره الرياح على القلوع أنشودة سمراء يحفظها المطر ما مر عام والعراق بغير جوع. الله. ماذا ستذكر عن صديق العمر أنكيدو سوى صدر تعفر بالدماء وبالتراب أتركت جثته هناك ومضيت تبحث عنك عن وطن يلملم ما تبدد من عراك حتى وصلت إلى السرابك زورق قد قد من خشب قديم ووقفت في المرسى المخضب بالدموع وبالدعاء جسداً من الإسمنت ينحته السواد ترنو إلى الغادين من حقل المنافي متعبين تركوا سلال القمح في كف الرياح لا ملح في خبز المنافي لا مواسم في الحقول لا الهال يشرق من شبابيك المقاهي في الصباح للبائعون على الرصيف لهم صياح الآن يأكلك الغياب الآن تحزمك الحقائب للرحيل وجها تضيع بطينه القسمات يبست ملامحه العنيدة مثلما يبست جذوع النخل من وجع الفرات الله. في وجنتيه خريطة غرقى ببحر من رماد وسفينتان من الأسى من طعنة الريح الغريبة تنزفان والموت ميناء بعيد يا الله. مذ عاد خمبابا من المنفى لأوروك الجميلة وهي تزخر بالرعود وعراق روحك صار أبعد ما يكون كالبحر يمشي حافيا إني لأعجب كيف يمشي الميتون لماذا جعلتهم ميتين أستاذ وسام؟ طبعا هذه القصيدة كتبت عام 2006 نعم يعني بان خروجي الأول من العراق تلك السنوات الدموية المليئة بالقتل والدمار نعم. والخراب وفعلا كان العراق جسدا ميتا مثخنا بالطعنات طعنات الغرباء وطعنات العملاء أحسنت. ولذلك كان هذا هو الوصف الأقرب للحقيقة ولكنني أقول دائما أن العراق يمرض ولا يموت أحسنت الآن انطلاقا من فكرة العراق يمرض ولا يموت حدثنا عن المبدأ في ذاتية الشاعر كيف تقرأه؟ أنا أؤمن شخصيا أنه الشعر لكي يصل إلى المتلقي يجب أن يكون نابع من قضية وعلى الشاعر لكي يوصل ذاتياته ووجدانياته إلى المتلقي عليه أن يؤمن بقضية بالنسبة للشاعر العراقي المعاصر ليست هناك قضية لديه أكبر وأهم وأخطر من قضية الوطن المستباح قضية الوطن المضاع وهنا تأتي أيضا مهارة الشاعر وبلاغته في أن يسكب ذاتياته في القصائد الوجع للوطن يسكب ذاتياته في الحنين إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الوطن كيف الوطن كان قديما إلى الصورة الحسنة التي يتمنى أن يراها عليه فتعتمد أيضا على ذكاء الشاعر وعلى فصاحته وبلاغته نعم. كيف أن يوحد ما بين ذاتياته وبين قضيته نعم هل ترى أن الواقع الشعري في العراق اليوم يتفق وينسجم أو يكافئ الواقع الموجود على الأرض بالفعل ويترجم بحقيقة؟ من الصعب يعني أنا أتكلم عن شعراء الداخل وربما هذا المصطلح يبدو غريباً أن يطلق عن العراق فهذه المصطلحات اقترنت بالقضية الفلسطينية أحسن ولكننا مجبرين على استخدام هذه المصطلحات فعندما نتكلم عن شعراء الداخل في العراق بالتأكيد من الصعب أن يتناغموا مع الوجع الموجود في العراق بشكل صريح لاعتبارات
كثيرة. نعم. أهمها اعتبارات تتعلق بالحفاظ على الأمن الشخصي للشاعر، بمعنى أنه لا يستطيع أن يبوح بكامل أوجاعه، لأنك كشاعر صادق مع نفسك ومع قضيتك يجب أن تضع إصبعك على من تسبب بهذا الوجع، على من تسبب بهذا الضياع. هم أسرع على التعبير المجازي، أنت تراهم كذلك؟ فيهربون إلى مجبرون المجاز على مجبرين هذا على هذا على يعني على هذا الموضوع. نعم. الآن خذنا إلى قصيدة لست مجبرا عليها وإنما مخير، لك أن تختار ما تحب حتى تسمعنا إياه، تفضل. أحب أن أقرأ قصيدة شجن عراقي. جميل. أقول فيها: على قدر فبعض الشعر موت، يواصل صيحة السيار صوت، هنالك حيث تصطخب المنافي يذكرني وأقسم ما نسيت، وحيدا بين أحراش المعاني وقفت ومنجل الكلمات صلت، أحاولها وقد يبست حروفي فأكتب بالدموع إذا يبست. الله. أنا المنسي في لغة القوافي، تمنيت اشتعالي فانطفأت، وأخشى أن أموت هناك حبرا فتقرأه عيونك وهو ميت. وأخشى أن أموت هناك حبرا فتقرأه عيونك وهو ميت. وأخشى إن رسوت لديك ضوءا سيدفنني ظلامك حيث مت. الله. عناوين النهاية فيك تغري، تحاولني وأهرب ما استطعت. يا الله. تناديني المسافة وهي جمر، أما لرجوعك الثلجي وقت. تناديني المسافة وهي جمر، أما لرجوعك الثلجي وقت. وللحتف اللذيذ لديك طعم، فهل كفر تراه إذا اشتهيت؟ الله الله. تركت ضفافي فيك عطشا، وشيبني الزمان بما تركت. تركت ضفاف عمري فيك عطشا، وشيبني الزمان بما تركت. وألقى وخاصمني، وألقى في كهلا يشيب كرافديك، وما انتبهت. سماء البعد ترسمني سحابا، ستنكره البلاد إذا انهمرت. يا الله. على أبواب من فاتهت مني، ولا أدري إلى أين انتهيت. فلذت بنخلة المعنى طويلا، فتحت كتاب عمري وانتظرت. هززت بجذعها فتساقطتني قصائد من خيالك، وانكتبت على رمل اشتياقك محض حرف إذا هطل الغياب به محيت. أنا شجن عراقي قديم بطعم الأغنيات المر صرت، به آه تجر على بياضي خيولا من أساك إذا شجوت. يا الله. مشيت على رماد البعد جرحا، وملحك في ثيابي واصطبرت. على جمر الحنين يضج نارا، فلا تثقل عليه وأنت زيت. على جمر الحنين يضج نارا، فلا تثقل عليه وأنت زيت. وهبني من قميصك ريح أنثى، وهبني من قميصك ريح أنثى، إذا هبت نسائمها بصرت. وأجمع حين ذاك شتات ضوئي لأسكب في القصيدة ما جمعت. شظايا عمري الخزفي شاخت، فديتك لمني إني هرمت. خذ الفرشاة من كف احتضاري، رسمت من المواجع ما رسمت. ولا حرج إذا أرخيت دمعي سدولا فوق خدي واسترحت، وأدري أنه سيخون وجهي وينحت فيه وجهك كما بكيت. وأدري أنه سيخون وجهي
وينحت فيه وجهك ما بكيت. هذا البكاء متى سيتحول بكاء فرح بدلا من بكاء الحزن والقهر والكبت على حال وطن مكلوم؟ يا أستاذ مصطفى، من الصعب جدا الإجابة على مثل هذه السؤال، يعني ليس باستطاعتنا أن نضع مدد زمنية. نعم، لكننا نتشبث بالأمل بالله سبحانه وتعالى، ونتكل على إيماننا بأن هذا الوطن لا يموت. فروح الإنسان العراقي بالأصل عنيدة، لا تقبل الاستسلام ولا تقبل الركون، فنعول كثيرا على هذه الروح، نعول كثيرا على ظهور جيل جديد يعيد استنساخ الروح العراقية المتجذرة في التاريخ والحضارة، ويحاول من جديد أن يظهر كجيل وأن يظهر بالوطن سوية. متواصلون أكيد، ولكن سنذهب الآن إلى فاصل من نوع مختلف، إلى قصيدة لأحد الشعراء. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، ومن ثم نواصل ما تبقى في جعبة شاعرنا من العراق المهندس وسام العاني. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. من كعبة الكافي حتى نطفة النون، من كعبة الكافي حتى نطفة النون، من ركعة الروح في أقصى شراييني، ومن سفينة نوح وهي جارية في سر آدم بين الماء والطين، من زيت زيتونة في ذاتي اتقدت حتى تجلى السنا في طور سينين، قلبي بحبك قرآن أرتله حاميم سجدته في سر تكويني، لولا سجودك في صلب الخليل لما قال الملائك يا نيرانه كوني، لولا سجودك في صلب الخليل لما قال الملائك يا نيرانه كوني، أكاد أسمع يا مولاي صوت دمي يضمى لربي ومن كفي تسقيني، أسير كابن سبيل لا كفيل له ألقي على الله أحمالي ويكفيني، وأنت أسير كابن سبيل لا كفيل له ألقي على الله أحمالي ويكفيني، غبار عليك في عيني تاج سنن على رؤوس طغاة الأرض يعليه، أسير كابن أكاد أسمع يا مولاي صوت دمي يضمى لربي ومن كفي تسقيني، أسير كابن سبيل لا كفيل له ألقي على الله أحمالي ويكفيني، غبار عليك في عيني تاج سنن على رؤوس طغاة الأرض يعليني، وأنت رحمة ربي كلما كسروا قلبي فحب حبيب الله يشفيني، غبار عليك في عيني تاج سنن على رؤوس طغاة الأرض يعليني، وأنت رحمة ربي كلما كسروا قلبي فحب حبيب الله يشفيني، هذه الدموع اليتامى من يكفكفها إلا حبيب اليتامى والمساكين، هذه الدموع اليتامى من يكفكفها إلا حبيب اليتامى والمساكين، يا أفصح الخلق باسم الحق معذرة عن لسغة الطفل بين الثاء والسين، تفتحت في شفاهي ألف قافية حتى تنجيك واخضر الدواوين، للأرض فيك كتاب للسماء قلم إياك أكتب والقرآن يمليني، يا رب يا رب لا رب إلا أنت، خذ بيدي في حب أحمد
كي ترضى فترضي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مجددا، ورحبوا بكم ولمن التحق بنا الآن في عدد بيت القصيد لهذا الأسبوع. نستضيف الشاعر العراقي المهندس وسام العاني. أستاذ وسام، إلى سؤال غريب نوعا ما، ذات يوم الشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد رحمه الله قال لأحد الشعراء: كي تكون شاعرا حقيقيا اكتب في العراق، إذا نسيت العراق من قصائدك يوما لن تعود شاعرا. باعتقادك لماذا أوصه هذه الوصية؟ مثل ما قلت سابقا، يعني الشاعر بدون قضية هي يعني لن يستطيع الوصول إلى المتلقي كما يريد وكما يحب. ستكون قصائده بلا روح، بلا روح خشبية، بلا طعم، وستكون تجاربه الشعرية هي استنساخ لما كتبه آخرون عن الغزل، عن الحنين، عن الغربة، انسلاخ عن الواقع. لكن ما يعطي القصيدة تيارها المتدفق في الحيوية هي وجود قضية مركزية ومعاناة ذاتية حقيقية يوصلها الشاعر في القصيدة ويستشعرها المتلقي. وبالتأكيد بالنسبة لي لن تكون لدي قضية أهم وأخطر من قضية الوطن المستباح. وفعلا أنا يعني عندما أراجع مقولة المرحوم الكبير عبد الرزاق عبد الواحد أجد نفسي كشاعر عراقي لو لم أتمسك بهذا الخيط من التعبير عن الوجع العراقي، ربما لم أكن لأظهر، ربما لم أكن لأصل إلى الساحة الثقافية وإلى الوسط الشعري. أحسنت. وسأكون يعني أكتب قصائد مثل ما تفضلت بدون روح، وبالتالي تظهر إلى الوسط الشعري وكأنها تجارب مستنسخة ومكررة بدون روح، وتجارب لشخص منسلخ عن ذاته وبيئته التي ينتمي. نعم. إليه. خذنا إلى قصيدة تنتمي بها إلى هذا الوجع، وربما كان وجعا لذيذا برغم كل ما فيه من ألم. أحب أن أقرأ قصيدة لبغداد التي لم أرها ربما منذ أكثر من 7 سنوات. يا الله. وليست هناك يعني من قصائد فعلا تفي أو تصف حق الشوق لبغداد. أكيد طبعا، دائما البلد الحاضنة تظل رفيقة درب الشاعر أينما كان وحيثما ارتحل، وفي قصائده تكون حاضر لا شك. تفضل. القصيدة عنوانها عيون المها بين القصيدة والجسر. الله. على جسر القصيدة قابليني قتيلا من دمائي تعرفيني، نثرت ملامحي بيديك لما توادعنا، فديتك لملميني، فديتك عانقي وجهي المعنى، ومدي نهر ضوء في جبيني، رسى ليل الغياب على بريقي تصاحبه تجاعيد السنين، ويا بغداد تشربني المنافي إلى حد الثمالة والجنون. الله. تغص بأدمعي وتصيح مهلا، أليس لنار وجدك من سكوني؟ وكيف سكونها ومدايا جمر يصب كواكبا بدم الحزين. أنا المنفي من سحر الشواطي، ومن جرح بخد الياسمين، ومن ليل أسال الضوء عقدا يزين صدر دجلة بالفتون. يا الله يا الله. ومن هال على شباك مقهى أحل به المقام عرى الأنين، ومن كرخ يربي الحسن حتى يغيظ مها الرصافة بالعيون. أروض محنة الكلمات وحدي وترغمني القصائد للشجون، أتيه بليلها جرحا قديما فليت لملح قربك يحتويني. الله عليك. أنا الولد الذي شابت رؤاه فكوني أنت قافلة اليقين. جميل. يخون براءتي بئر التمني
كبرت وظل طفلك يعتريني، كبرت وهاجس الأيام يزجي ظنونا تستريح على ظنوني، وأتعبني حنين الماء حتى تيبس في هجير البعد طيني، ونأي يستبد وليس عندي سوى عزفي على ناي الحنين. هذا الناي الذي يحملك حنينه إلى بغداد التي تحب ربما يدفعني إلى سؤال يلح علي حتى أطرحه عليك، أن تحدثني عن بغداد التي تحب وكيف تتمناها. الله يا مصطفى، قل ما تحب على سجيتك بعيدا عن البحث عن مفردات مزينة ومدبلجة وممكيجة، خذ راحتك كما تحب، كيف تتخيلها؟ يعني لا تسعفني اللغة ولا البلاغة عندما أتكلم عن بغداد. بغداد حاضرة الدنيا، بغداد ربة الجمال، بغداد مدينة الضوء، بغداد العلم والحضارة، بغداد الثقافة والشعر والفن والأدب، بغداد المحبة والسلام والجيرة الطيبة، بغداد الأهل والأحبة والأصدقاء، درابين الحارات القديمة، درابين الضيقة، البيوت المتجاورة، الجيران الطيبين اللي ممكن نتشارك وياهم. اسمح لي هنا أنا أتكلم باللهجة البغدادية لكي تصل الفكرة. الجيران اللي يجلسون مع بعضهم في 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 محلات بغداد القديمة، يتبادلون معون الأكل، بيت يدخل على بيت، قلوب بيضاء متصالحة متسامحة. بغداد لا تنام، بغداد تصحو على زقزقة قلوب أهلها في الصباح، وتغفو على مواويلهم وهم ينشدون أحزانهم وأفراحهم على ضفاف نهر دجلة. ولذلك بغداد يعني لا يمكن أن تختصر بكلمة أو كلمتين أو بمقال أو بقصيدة. حنيني لبغداد كبير جدا أستاذ مصطفى، لا يكاد يعني يثقل علي حياتي حتى. الانتماء لبغداد شعور كبير ورائع جدا، ولكن للأسف الشديد وأقولها بملء الوجع، أن بغداد التي نحب ونعرف لم تعد موجودة على أرض الواقع. بغداد تحتاج إلى صحوة أهلها البغداديين من أجل أن يعيدوا لها صورتها البغدادية، بغداد العباسية، بغداد التاريخية. أهل بغداد المعروفين بلهجتهم المحببة، المعروفين حتى بطريقة لبسهم، المعروفين بترافتهم ونعومتهم، يحتاجون فعلا إلى صحوة لكي تعود بغداد إلى بغداد. هل كان السؤال قاسيا؟ لم يكن قاسيا، وإنما كان ثقيلا، لأنني أخشى أن أجيب إجابة لا تليق ببغداد. يا الله، تخشى عليها كثيرا. نعم، تخشى من حزنها. أكيد، أن تخدشها ولو بإجابة. لا شك. أحيانا حينما يختار الشاعر غربته بملء إرادته تكون أهون من تلك الغربة التي تفرض عليه قسرا. هل فرضتها عليك بغداد أم هي بريئة؟ لا ذنب لبغداد إطلاقا في هذا الموضوع، بغداد هي الضحية. الغربة بالتأكيد فرضت علي يعني فرضا. أنا بغدادي أبا عن جد، وانتمائي لهذه المدينة العظيمة يعني يتسلل في كل مفصل من مفاصل جسدي. وخروجي من بغداد كان خروج من الجنة. يا الله. وكانت بالتأكيد خروجا إجباريا، وهو قرار تأخر كثيرا. يعني وأنا ربما قبل خروجي بسنوات كان المفروض أن أخرج حفاظا على حياتي، ولكن ظليت بالحقيقة مستمر في البقاء على أمل أنه ممكن أن يعني يتغير الوضع إلى ما هو أفضل، ولكن للأسف الشديد
كانت دائما الأمور تسير إلى الأسوأ. فودعت بغداد بملء الحزن. والوجع الأكبر أنك ودعت بغداد وأنت تعرف بأنك لن تراها مجددا. يا الله، بغداد التي نحب ونعرف لم تعد موجودة على الخريطة. لذلك حتى لو ذهبت إلى بغداد الآن أعتقد سأكون في حالة مأساوية من الحزن والوجع أكبر بكثير مما أكون وأنا على شفير البعد والحنين إليها، لأنني أعرف يقينا بأن بغداد التي أحب لم تعد موجودة على أرض الواقع. حينما نتحدث عن بغداد الدمعة التي تفرض ذاتها على الشاعر حينما يتجه إلى فكرة قصيدة أو تغلبه أحاسيسه مشاعره تجاه شيء، تجاه حلم، تجاه أمل كان يعيشه في شوارعها، في أزقتها، في حاراتها، الدمعة التي تغلبك أم بغداد التي تنتصر فيك؟ ما هي الحقيقة بين هاتين الفكرتين؟ بغداد يعني تستحق كل الدموع. بغداد ليست مدينة عادية. ربما هذا الشعور يعني لا يدركه إلا البغدادي. تفضل أكمل، خذ راحتك. نحن نعلم أن هذا الحديث ذو شجون، حديث مؤثر، حديث يأخذك إلى الوطن الذي تتمنى أن يعود كما كان، أن يعود أهله أهلا حقيقيين، إخوة متحابين، لا متخاصمين أو مختلفين، لا بائعين لقراراتهم إلى جهات خارجية أو غيرها، وإنما يحتكمون إلى الحب والحب فقط ورسالة المحبة والسلام. تفضل أكمل بما تحب. بغداد كانت وفية مع الجميع. بغداد كانت محبة للجميع. نشرت العلوم ونشرت الوعي والثقافة والأدب لكل العالم. لم تقصر بغداد مع الجميع، احتضنت الجميع، كانت بيت لكل العرب، كانت بيت لكل الإنسانية. بغداد اقتلعت من جذورها. بغداد شهدت أقسى غزو ممكن أن يذكر التاريخ. وأهل بغداد الحقيقيين عانوا الأمرين، عانوا الوجع الجسدي المتمثل بالتقتيل وبالتغييب، وعاشوا أيضا الوجع المعنوي، وجع التغريب عن مدينتهم. أهل بغداد الحقيقيين الآن يعيشون في تغريبة جديدة وهم داخل بغداد. عندما تتمشى في شوارع بغداد القديمة لا تجد أثرا من آثار بغداد القديمة، كلها للأسف الشديد تم طمسها بقصد لتشويه صورة بغداد، لتشويه حضارة بغداد، لتشويه التراث البغدادي الأصيل، لقتل الأمل ربما باسترداد فكرة الماضي التليد الذي كانت تعيشه هذه العاصمة. طبعا هذا هو أحد الأسباب بالتأكيد، هذا أحد الأسباب. وهناك أيضا أحقاد كبيرة على بغداد من قبل من يحكمون الآن في بغداد، لأنهم لا ينتمون إلى هذه المدينة العظيمة للأسف، ولا يشعرون بانتماء تاريخي لهذه المدينة. وأخشى ما أخشى أنهم يستمرون في هذا الغي إلى درجة أن تصبح بغداد أثراً من بعد عين. لذلك أقول على البغادة، وهي كلمة تعني البغداديين، لكن في لهجة خذ راحتك بالدارجة، في الدارجة، على البغادة أن يحسموا أمرهم إما مع بغداد أو مع عدوها. إما مع بغداد أو مع عدوها، وهذه الرسالة بلا شك ستصل إلى كل من يهمه الأمر من الحريصين على بغداد والعراق. كتلة واحدة لا تتجزأ ولا تقبل أي تدخل خارجي بشؤونها وشؤون أهلها بغداد والعراق الذي يحتضنها. الآن بعد هذه المشاعر الصادقة والنبيلة لابد أن نخرج إلى فاصل قصير، ومن ثم ريثما يعني تعود متماسكا قليلا نرجع إلى قصائدك، ما رأيك؟ شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد المتميز، العدد العاطفي المنتمي للعراق. هذا العدد من بيت القصيد رفقة الشاعر البغدادي ابن العراق الذي لا يقبل القسمة إلا على أهله فقط، الشاعر وسام العاني. ولأن العراق الحب والحب العراق، لابد أن نذهب إلى الحب وكيف يراه وسام العاني قبل أن يذهب إلى قصيدته. أنا قلت لك سابقاً أستاذ مصطفى أنه أحاول أن أكتب في الحب وفي الغزل، ولكن سبحان الله دائماً القصيدة تأخذني إلى وجع، فسأقرأ لك نصاً ليس موجود في هذا المجموعة يحاكي هذه الفكرة، ولكنني لا أضمن أن يكون نصاً غزلياً. يعني تفضل قل ما تشاء ونحن مستمعون. بعينيك شعر كثيف السؤال تدلى فصارت حروفي سلال، بلاد من الكحل فوق الرموش بجيشين صلت وراء الهلال. الله. بحيرة ضوء على جرفها ينام بملء الوداعة خال، وتين على الخد لم تسقه بماء ولكن بشهد زلال. الله. إذا الشمس باست تلال الخدود نما حقل ورد بتلك التلال، وينساب من كرز الشفتين جداول خمر وسحر حلال، فإن أفرج الثغر عن ضحكة تموسق بحر وغنت رمال، وليل على هضبة يستريح لريح الغواية يرمي الحبال. الله. نفتني إليك دروب الرحيل يا الله، فزيدي الخلايا بجسم ارتحال، وخلي شظاياي في غيها فجمعي على الحالتين استحال، ولا تغمضي باب هذه البلاد حرام على السجن هذا الجمال، ولا تغمضي باب هذه البلاد. هذه البلاد حرام على السجن هذا الجمال، فديتك دعيني أمر بها فإني غريب وعمر احتمال، أفتش عني جلد الغياب الله، طريد أنا والمنافي نصال، كبرت وبي غربة طفلة مراجيحها في دمي ما تزال. كبرت وبي غربة طفلة مراجيحها في دمي ما تزال، أتيتك من أغنيات الفرات ربابة بوح تشد الرحال، عن البدوي الذي داخلي فلم يبق من حزنه ما يقال. الله. وبي شاعر بئره لا تتوب، أجف وتملأني بالظلال، وبي شاعر بئره لا تتوب أجف وتملأني بالظلال، أغني ضياع البلاد التي على صدرها تستريح النبال، وكم تعتريني ذنوب الرحيل فأغسلها بالحنين العضال، ولست بأهنأ ممن هناك يعاني لظى الجوع والاحتلال. يا الله. فجوف الفناجين مر بلى، ولكنما الجمر تحت الدلال، تعبت من الصلب في أحرف مسامرها غربة وارتحال، مللت سذاجات قلب البسيط وأتعبني في الهوى الارتجال، فكوني بلادا على حجرها أغني
وأرمي الهموم الثقال هوى يرتدي أضلعي غابة يزيد الحرائق فيها اشتعال شهيا كلسعة موت الشهيد أموت به ميتة كالرجال شهيا كلسعة موت الشهيد أموت به ميتة كالرجال الله ما أجمل هذه القفلة وفي هذه القصيدة البطولة كلها للعراق أما لتلك الأنثى فكان ذكر عابر لا أكثر من ذلك ولا أقل هل هو الوجع يسيطر عليك فيحركك ويوجهك كيف يشاء؟ لا شك يعني هذه الذاتية الحقيقية للشاعر تبرز في النص نعم. فعلا يعني أنا أحب أن أجرب في القصائد والتجريب في القصائد نعم. مهم للشاعر يعني حضرتك شاعر وتعرف حسنت. لكن سبحان أشكرا. الله تقفز الذاتية وتجد هناك أحيانا تناغم يعني كبير ما بين ذاتية الشاعر في الحنين وفي الفقد وما بين أيضا مواضيع الغزل اللي ممكن أنه تكتب عنها حتى في الوجدانيات عندما نكتب في الوجدانيات أيضا يعني إذا لم تبرز قضية الحنين والوجع على الوطن على الأقل تبرز يعني مسألة الغربة مسألة الاشتياق أحسن. يعني هذه مفردات سبحان الله تقفز في النص ولكن أضعها في سياقاتها الطبيعية نعم لأجل العراق من الشعر ماذا يحتاج وسام العاني؟ ماذا يطلب منه؟ ما الذي يتمناه؟ أتمناه من الشعر أم من العراق؟ من الشعر لأجل العراق ماذا تتمنى؟ والله يعني أتمنى أن يكون للشعر دوره الحقيقي كما كان سابقا وأتمنى أن يحفز الشعر الجماهير لكي تطالب بحقوق المغتصبة وأن يعود العراق إلى سابق عهده عراقا مضيئا شامخا عزيزا عرفنا الشعر دائما محرك للثورات محرك للجماهير نعم. يعني أنا هنا طبعا لا أدعو إلى ثورات أو إلى انقلابات ولكن أتمنى أن يكون الشعر محفز حقيقي للفرد العراقي أن يخلق ثورة وعي أقل القليل في وجدان ونفوس أبناء الأمة بالضبط كما تفضلت يعني فعلا أن يعمل زوبعة داخل نفسية الفرد العراقي تجعله يعني يجتهد في أن يعيد العراق إلى سابق عهده هذا العهد السابق الذي تتطلع إلى تحققه على الأرض سيد وسام ربما يقول لك قائل إنك حالم وكأنك من سكان المدينة الأفلاطونية أم أن هذا من الممكن أن يتحقق ويكون واقعا يوما ما أولا يعني إذا توقفنا عن الحلم ربما يتوقف الشعر أحسنت إجابة موفقة ثانياً يعني كلما يكون الواقع قاسياً ومراً وتكون أمامه في عجز عن حلول آنية أنت لا تدري يعني كل شيء بمقادير الله سبحانه نعم. وتعالى لذلك يبقى الأمل قائم وهناك تعويل يعني أنا دائماً أعول على شخصية العراقي التي ترفض الخضوع المستمر نعم قد يكون هناك انقياد لفكرة معينة لأيديولوجية معينة انقياد ل يعني أفكار سياسية معينة لوقت ولكن سرعان ما يكتشف العراقي بذكاء الفطري أن هذا الاتجاه هو اتجاه خاطئ ولا يتردد في أن يعود إلى ناصية الصواب لذلك هو أمل قائم قبل سقوط الخلافة التي انتهت إلى الدولة العثمانية كما تعلم خرج مجموعة من الحكام العرب بتصور القومية العربية ومن ثم اليوم أصبحت الوطنية العربية ومن ثم بالأمس القريب ربما أصبحت المدينة التي أعيش بها فقط هل أنت من يعني مؤيدي فكرة أن هناك فعلا من يعملون أيدي تعمل بالخفاء حتى تجعل هذه الأمة متشرذمة متقطعة متفسخة بالفعل؟ أم أن هذا من ذنب ما ارتكبت أنفسنا؟ أم كلاهما معا؟ يعني أحاول وأنا أجيب أن أبتعد عن فكرة جلد الذات نعم. المتمثلة في أنه نحن نجني ما زرعت أيدينا وإن كان هذا البعد يعني موجود في الواقع نعم. يعني لا نكاد يعني لا نستطيع أن ننكره ولكن في الحقيقة
الحقيقة المرة المرعبة أن المشاريع التي تحاول تقسيم الأمة وتقزيمها أكبر بكثير من حجم طاقتها على الصبر. نعم. يعني ما حدث في بلداننا العربية في العراق وفي سوريا ومن قبل ذلك في فلسطين وفي دول عربية كثيرة هو أكبر من طاقة احتمال هذه الدول، أقصد الشعوب. نعم. أكبر من طاقة احتمال الناس. أحسنت. بشاعات ارتكبت يعني لا حدود لها في فلسطين منذ 70 عاما، في العراق منذ عقد ونصف، في سوريا منذ عقد، وهذه البشاعات التي ترتكب هي أكبر من طاقة صبر الناس. لذلك للأسف الشديد تمر، لأن الناس عزل يعني إلا من حبهم لأوطانهم ومن انتمائهم. طبعا تشظي الهويات بالتأكيد يقزمنا، وبالتأكيد يعني يضعف من وحدتنا، لكن في أوطاننا العربية يبقى هناك قاسم مشترك هو الهوية العربية. أحسن. لأنها الغالبة، واللسان العربي، وتحت هذه المظلة ممكن يعني أن تنضم كثير من الهويات الإثنية والعرقية والطائفية كما كان موجود سابقا. يعني العراق مثلا كان بهويته العربية الوطنية كانت هوية واضحة وصريحة للعراقي، وتنطوي تحتها كثير من الهويات الفرعية طبعا، ولم تكن يعني تتضاد مع هذه الهويات بأي شكل من الأشكال. يعني كن ما تكون طائفيا أو عرقيا، ولكن بالنهاية الغالب الأعم مشترك في هوية واحدة وفي لغة واحدة. الآن في الختام أريد منك رسالة محبة إلى بغداد التي تحب أولا، قبل السؤال الأخير، تفضل. بغداد هي أمي التي أشتاق إلى حضنها بشكل كبير جدا. لا أملك إلا دعاء من القلب أن تستعيد بغداد بهائها التاريخي اللي استمر لعقود لقرون من الزمن، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبرم لها أمرا يكون فيها صلاحها وصلاح أهلها بإذن الله. وإلى العراق الذي تحب من تلقاء نفس شاعر وعراقي متغرب عن وطنه، ماذا أنت قائل؟ كلمة للتاريخ، تفضل. أقولها كلمة أم شعرا؟ ما تحب، ولكن باختصار. أقول للعراق ستعود بلا شك الأوطان العظيمة التي بنيت بسواعد أبنائها وكونت حضارات عظيمة ما زال أثرها يمتد إلى وقتنا الحالي. هذه الأوطان لا تموت، فلك يا عراق كل محبتي وكل تقديري وكل شوقي وحنيني. أستاذ وسام العاني، الشاعر العراقي الجميل المعجون بماء دجلة والفرات، كانت ساعة ذات شجون جميلة جدا، لا أعلم كيف مر الوقت، ولكن للأسف وصلنا إلى الختام. كنت سعيدا جدا بتشريفك لنا اليوم في بيت القصيد. تشرفت بحضوري معك أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا لحضرتك الله. وشكرا جزيلا لبيت القصيد، وأتمنى أن نلتقيك دائما على خير بإذن الله. نتمنى أن تتسع الأيام في قادم المناسبات ليتجدد مثل هذا اللقاء الجميل. شكرا أستاذ وسام. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا المساء الجميل من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد. إلى اللقاء.